في عرس ديمقراطي تفتخر به الكويت، ماذا تقول في هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لازم الأجواء تكون مثالية، لازم الأجواء نفتخر فيها. هذا يوم الشعب الكويتي، هذا يوم قرار الشعب الكويتي، إرادة الشعب الكويتي يجب أن تصل إلى كل أصحاب القرار، يجب أن يتشكل رأي عام، يجب أن تكون هناك مرحلة جديدة قوامها إرادة ورغبات وطموحات الناس في هذه اللحظة. ولذلك كل ما كانت المشاركة عالية كل ما صارت الرسالة أوضح وأبلغ وأقوى. فإن شاء الله نتمنى ما تبقى من هذا اليوم، هذه الساعات القليلة، إن شاء الله من لم يدري برأيه يتوافد إلى مراكز الاقتراع حتى تكون الرسالة بالفعل رسالة مكتملة، رسالة قوية، رسالة مدوية، رسالة فيها تحدي للمستقبل وليها تحدي للقرار وفيها إصرار على رغبات الكويتيين. البعض يقول دكتور صوتي لا يقدم ولا يأخر، بكل صراحة شو توجه للرسالة؟ لا، الصوت الانتخابي هو الحق الوحيد الدستوري الذي يتساوى فيه الكويتيين والكويتيات جميعا، وهو الوحيد الحق الذي لا يميز بين صغير وكبير، غني وفقير، شيخ ومواطن، ينتمي إلى تيار أو لا ينتمي إلى تيار، من كل مكونات المجتمع الكويتي. فهذا هو الحق الوحيد اللي فيه مساواة وعدالة كاملة أطلاق، وبالتالي الصوت يفرق، لأن الصوت عبارة عن قرار، الصوت عبارة عن كرامة، الصوت عبارة عن انتماء لهذا البلد والشراكة المجتمعية والجماعية في هذا البلد. لا أريد، فكل صوت له قيمته وقيمته متساوية. أنا اليوم إذا تخليت عن صوتي معناته أن أنا الخسران لأن لم أشارك في اتخاذ القرار. ما بيطول عليك دكتور، لكن قابلت العديد من الشباب، كثير منهم آمال وطموحات، قضايا إسكانية، قضايا عمل. أنت كنائب تشعر بأبناء الشعب، كنت أحد أبناء الشعب الكويتي وعندك أبناء وعندك أقارب، يعني كلها معاناة واحدة. المجلس القادم، كيف ترى المجلس القادم بكل صراحة؟ هل ترى بأنه يلامس طموحات الشارع الكويتي؟ أولا المجلس القادم لحد الآن، لحد هذه اللحظة، إحنا اليوم الساعة كم الحين؟ الساعة السادسة مساء، باقي ساعتين على صناديق الاقتراع. تشكيل المجلس القادم لحد الآن بيد الشعب الكويتي وبيد الناخبين، فطموحاتكم وآراءكم وهمومكم وتطلعاتكم الآن تعكسونها في الصناديق، وأنتم تختارون المجلس القادم، وأي مجلس قادم بالتالي يكون له استحقاقات يترجم إرادة الشعب الكويتي. هذه القضايا بالتأكيد قضايا مستحقة، قضايا قديمة، قضايا يعني مر عليها فترة يعني بدون حلول جذرية وواقعية وطموحة تتناسب مع إمكانياتنا كدولة، هذه يجب أن نفرضها. كثير من القضايا هذه أصبح لها حلول، والحلول هذه تم مناقشتها وتم بلورتها وتم إعدادها، حتى بعضها تم التصويت عليها تصويت أولي، فبالتالي تم إنجاز كثير من المراحل في المرحلة السابقة. المرحلة القادمة أنا أتوقع ومتفائل بأن تكون مرحلة إنجاز حقيقي، مرحلة استكمال ما تبقى يعني من الواجبات والجهود اللي بذلت من نواب أخيار ومن مسؤولين أخيار، فعلا وضعوا القطار وجهزوا القطار، لكن يبقى أن نضع هذا القطار على السكة المناسبة والسليمة. كلمة توجهها لأجهزة الدولة سواء كان في شقية القطاع المدني والعسكري. بالتأكيد، يعني أولا كل الشكر والتقدير للأخوة والأخوات المتطوعين، جمعيات النفع العام، المتطوعين المستقلين، يعني هذه كلمة ترحيب وكلمة شكر وعرفان بحقهم قليلة جدا، وهذه إنما عن أصالتهم وعن حبهم لهذا البلد. أجهزة الدولة المختلفة من القضاء القضائي، من الداخلية، الصحة، الدفاع المدني، الأطفاء، من لا يذكرني يمكن الآن، يعني كل القطاعات المشاركة في إحياء هذه الأجواء الديمقراطية وتسهيل مهام الناس، لهم منا كل الجهد وكل الشكر والتقدير. أيضا أنا بودي أن أشكر الشابات والشباب الكويتي المندوبين اللي سهرانين في اللجان، اللي واقفين على أبواب المقار الانتخابية، اللي يوجبون الناس، يوجهونهم، يستقبلونهم. بالتأكيد يعني كل واحد عنده مرشح المفضل، وهذا اللي يعطينا احنا حلاوة ويعطينا حيوية للانتخابات، فأيضا لهم منا كل الشكر والتقدير، والله يوفق الجميع لخدمة هذا البلد. شكرا جزيلا لك دكتور. بارك الله فيك.